وعبادة الله تبارك وتعالى هي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والاعتقادات الظاهر والباطن، هذه هي العبادة. كل ما يحبه الله، كل ما أمر الله به من الأعمال سواء كان ظاهرة كالنطق وفعل اليدين أو باطنة وهي أعمال القلوب، هذه هي العبادة. كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إياك نعبد